بيحفز نمو الكولاجين الطبيعي والصحي، بيساعد زيته على ترطيب البشرة، بيحتوي على مضادات الأكسدة اللي بتمنع تلف البشرة. ممكن استخدامه كمطهر للحروق والجروح والالتهابات الجلدية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا في أفضل الأحوال. إكليل الجبل أو حصى البان أو الروزماري كما يطلق عليه في بعض الأماكن، هو نبات مستديم الخضرة، وهو واحد من أهم الأعشاب الأكثر شيوعا بين أعشاب التوابل. بيستخدم إكليل الجبل في صورتين، إما كمسحوق جاف أو بتستخدم أوراقه الخضرة الغضة طازجة. يلا بينا نتعرف مع بعض أكتر على فوائد الروزماري أو إكليل الجبل السحرية بالنسبة لصحة الإنسان. الروزماري لا يقتصر استخدامه على أنه نبات عطري فقط، لكن أوراقه وأغصانه بتستخدم أيضا كمشروب صحي قوي جدا جدا، لأنه بيحتوي على مواد مضادة للأكسدة. بيستخدم مع بعض الأكلات وخاصة اللحوم المشوية. وكونه نبات دائم الخضرة فهو بيستخدم أحيانا في مجال الزراعة كسياج ورقي، لأنه بيمكن قصه وتشكيله بالطريقة اللي بتناسب حديقة حضرتك. الروزماري له العديد من الفوائد الكبيرة جدا جدا، منها انه بيعالج الصداع وخاصة الصداع النصفي، وبيعالج ايضا تساقط الشعر وقشرة الشعر اللي بتتواجد بكثرة في فروة الرأس، وايضا بيحسن المزاج العام بصورة كبيرة جدا جدا. اما بالنسبة للمطبخ والمأكولات، فبيدي الروزماري او اكليل الجبل للحوم والدجاج نكهة شهية كبيرة جدا جدا، وكمان له العديد من الفوائد الصحية. اكليل الجبل او الروزماري ثبت ان ريحته بتعمل عملية تنشيط وتقوية للذاكرة بشكل كبير جدا جدا، ولذلك عند اضافته للطعام بيقوم بتقوية خلايا المخ ومكافحة النسيان. الروزماري ايضا بيكافح الزهايمر بشكل كبير جدا جدا، ولذلك بننصح بزراعته في اي مكان في حديقة البيت. وايضا ممكن حضرتك كست بيت تزرعيه في المطبخ بسهولة كبيرة جدا جدا. حضرتك بتجيبي اي ربطة روزماري من اي محل من محلات الخضار، وحضرتك بتاخد السيقان بتاعته وبتحطيها في كاس مية لمدة 15 يوم، وبعد كده بتتابعي استخراج الجذور في داخل كاس المية، وحضرتك بعد كده بتاخدي السيقان اللي طلعت جذور بيضة دي وبتحطيها داخل الصيص داخل المطبخ، وبكده تكوني حصلتي على نبات روزماري او اكليل الجبل بكل سهولة ويسر. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن احد اهم النباتات العطرية، وهو الروزماري او حصى البان او اكليل الجبل. استنونا في فيديو جديد ان شاء الله نتكلم فيه باستفاضة اكتر عن نبات اكليل الجبل، وياريت ما تنسوش اللايك والشير، ونشوفكم على خير. دمتم بود في رعاية الله.